نداء للجيش الحر، للسوار، للمقاومة الشعبية بحمص، بالريف الشمالي حصرا وبالريف الشرقي. نحن ناجينا المولى عز وجل وطلبنا المدد من رب العالمين، بس كمان الإنسان بينصر الإنسان، يعني بده يكون وسيلة. نحن بنطلب من الريف الشمالي، السوار بالريف الشمالي والريف الشرقي من حمص، أنه يآزروا حمص المحاصرة، لأنه أغلب الشوارع هلأ صارت معرضة للقصف، شوارع حي الخالدية، وعندنا حرب صار لها من أول الشهر الثالث لليوم، على مدار شهر وأكثر من شهر قصف يومي بالراجمات وبالصواريخ، وعندنا عدد الشهداء زاد وعدد الجرحى زاد. فبنطالب هدول الشباب اللي برا مثل أبو حاتم والأخ زياد والأخ أبو سليمان، الأخ عبد الباسط، كثير قوات مجموعات وألوية، الأخ فاتح الحسون، جماعة المجلس العسكري، بأنهم يضغطوا على الجبهات الخارجية حول الحصار لحتى يفكوا الحصار وننتهي من الأزمة، لأنه نحن بنعاني من نقص بالذخيرة وبنقص حتى بالشباب المقاتلين، لأنه عدد الجرحى كثير كثير صار كبير، وعندنا عدد من الشهداء يعني لا يستهان به. نحن بنطالبهم أنه يفكوا الحصار بعد إرادة رب العالمين، يعني بدنا اياهم يفكوا الحصار عننا، نحن بحاجة لكل شيء، حتى المواد الأولية للغذاء والمواد الطبية صرنا نفتقر إلى بشكل عام. نحن بنناجي الله ثم بنناجيكم أنه تساعدونا بفك الحصار، إيدنا وإيدكم سوا بنفك الحصار عن حمص إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم.